هذه هي قوة النخبة في الجيش الوطني، رهان الحكومة والتحالف في حسم المعركة هنا في صعدة، معقل الإنقلابيين الأهم في اليمن. تشكلت قوات النخبة الجديدة في صعدة من اللوائين 102 مشاة و63، وباشرت مهامها منذ الخميس بتنفيذ هجوم واسع على مديرية باقم من ثلاثة محاور في إطار عملية عسكرية شاملة تستهدف تحرير المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي الإنقلابية بمحافظة صعدة. أسفرت المعارك التي وصفت بالضارية حتى الآن عن استعادة السيطرة على تباب الخشم والنمسا، ونجم عن هذا الإنجاز العسكري قطع خطوط الإمداد عن الميليشيا المتواجدة في المناطق الممتدة من آل صبحان وحتى عمق باقم. وسيطرت قوات النخبة إثر هذه المعارك أيضاً على جبل ووادي الثعبان المحاذي لآل صبحان من الجهة الشمالية والواقع بين الخشم والنمسا، وكبدت الميليشيا الإنقلابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، واستعادت كميات كبيرة من الأسلحة والقناصات ومدافع الهاون. الإنجاز الأهم الذي تحقق في معارك الساعة الماضية تمثل في السيطرة على جبل سبهطل والتبت الحمراء، وهو إنجاز كشف الإنقلابيين وحيد المواقع التي يسيطرون عليها. تم بحمد الله وشكره الاستيلاء على جبل سبهطل الذي يبلغ طوله حوالي 3 كيلو متر في السطح، وعرضه يمكن كيلو، ويحتوي على تباب في داخله، والذي تكمن استراتيجيته في قطع خطوط الإمداد عن الميليشيات الحوثية التي تمد منفذ علب وجبل شعير وجبل القمع، وتعتبر هذه المناطق الآن مناطق ميتة. طيران التحالف كان حاضرا بقوة في معارك باقم وقدم إسنادا كبيرا لقوات النخبة، فيما لا تزال المعارك متواصلة وفقا لما هو مخطط لها من قبل القيادة العسكرية للجيش. الحرب البرية في هذه الجبهة ليست كأي حرب، فعلى الرغم من أنها بدأت متأخرة إلا أنها قد تكون الحاسمة بالنظر إلى أنها تستهدف المعاقل الحصينة لميليشيا الحوثي الإنقلابية، والتي انطلقوا منها في مهمة إسقاط الدولة وتفجير الحرب الدائرة حتى اليوم.